لحظة من اللحظات ديال المشوار المهني قائمة بلا وجهي ولحظات ديال التكريم. وهاد السنة ديال 2018 بقات 5 أيام إن شاء الله ويسالي تسالي هاد السنة، فأكيد أنه هاد الاعتراف هو شيء معبر بالنسبة ليا، وجا في واحد الوقت حساس لأنه كيتزامن مع واحد التاريخ اللي منقوش في الذاكرة ديالي، هو 27/26 دجنبر، هو الفترة فين كان تم الطرد ديالي من الجزائر مع العائلة ديالي. ولكن الحمد لله كما كنقول أنني في بلادي وفرحانة مع الأسرة الإعلامية الرياضية، وخرجت من واحد كان عندي إحباط داخلي، ولكن الحمد لله أنني جيت فوشت شوية، ضحكت مع صحابي، دموع مختلطة بين دموع الفرحة ودموع الحسرة والحزن، كما كان الحال راه عندي باقا نص العائلة ديالي في الجزائر أفتقدهما، وإن كنت مرة مرة كنمشي، ولكن كنقول علاش وقع هذا الشيء، كنبقاو مجموعة من الأسئلة في داخل الذاكرة ديالتي كنطرحها. ولكن كما كان الحال راه ماشي سهل، أنا كنت تكوني طفلة صغيرة عايشة في واحد سنوات في واحد البلد، ارتباط عائلي، ارتباط ديال الأجداد، ولكن كتكتشفي بان الهويه ديالك ما عندها علاقه بالجزائر، هويتك هي مغربيه، جنسيتك مغربيه، خصك تكوني في بلادك. الطرد التعسفي كما كان الحال من اي دوله كيبقى فيها معاناه داخليه، كتستحضري واحد الذكريات اللي هي جميله وسيئه.